السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 16 جوان 2023، زاد بناتي العشاء هنا ماما، ما زالت لاحظت الصبي اي ما زالت هنا نحاتو حط هذا. سبحان الله عجبت البلاصة، ربي عاونها. العش رقم 7 ولا 8، هذا العش رقم 7. العش رقم 1 كانوا فيه مع قدام هذا الزوز ولا ما نعرف، اللهم نشوف ترش يا ربي بارك. 5 ايام ثاني نزيدو نشوفو معاهم اشكم لقحين، ربي ان شاء الله ملقحين. العش رقم تجر خيار سلطة. العش رقم 2 هذا ما على باليش توش فيه، بيبداو في العش جديد الله يبارك. العش هذا جبنا جديد ما كان والو. العش رقم 4 هذا يا سيدي 4 عظمات بالعش يكونوا عظلون، والله ما عرفت شلفت ولا حاجة، خليو كلش كيما راه ما نقيسوش. العش رقم 4 الله يبارك. العش رقم رقم 5 اللي نحينا الفراخ تاعو ونوك الله يبارك، خلصت العش تاعها غدوها اليوم نحط البيضة تاعها. درنا القطران زعما الوزغ واحد قتلتوناها، البيضة هاي مكسرة يا اخي. اجواء هذا افسانك ما عجبهمش، الاخر كذلك اف 5 بلا بيسين فيلا بلا بيسين ما عجبتهمش. العش رقم 8 يا ربي بارك يا ربي فقصوا بالخمسة فقصوا 4 الله يبارك الحمد لله. زيدوا لهم 4 ايام هذو ونحجلوهم. غروسو مودو الاجواء راهي مليحه الحمد لله. عندنا زوز عشوش 5 و7 دوك يحطوا فيهم البيضات ان شاء الله. العش رقم 1 هذاك هذاك تشوفوا فيه هذاك فيه 5 بيضات ان شاء الله، وهذا دوك يكملوه. وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.